السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتخابات رئاسية مبكرة، لازم انتخابات رئاسية مبكرة. السيسي مش هيمشي إلا بانتخابات رئاسية مبكرة. اللي عايز يطيح بالسيسي يبقى لازم انتخابات رئاسية مبكرة. والناس بدأت تتكلم عن انتخابات رئاسية مبكرة. طبعا يعني أنا مع كامل احترامي لكل الناس والداعين لده، أنا لا أشكك في حد طبعا، وطبعا ده مطلب نوع من أنواع يعني التغيير، أو يعني خطوة نحو خطوات التغيير. بس من واقع التجربة اللي احنا عشناها سواء في مصر او في الوطن العربي او في الدول القمعية تحديدا، عايز انتخابات رئاسية، هعمل لك انتخابات رئاسية وهنجح، بس بتزوير بتدليس. والعالم برضه على فكرة، والعالم يعني هيقتنع. يعني انا بس ايه، الناس اللي بتدعو لده، الحل عمره ما كان في انتخابات رئاسية مبكرة، عشان بس تبقى عارفين. يعني قطعا ما فيش حاجة اسمها انتخابات رئاسية مبكرة في مصر تحديدا. يعني عايز انتخابات رئاسية مبكرة، حاضر هعمل لك انتخابات رئاسية بكرة. عايز مرشحين، تمام، وكل يقدر يترشح، تمام، تعال يا باشا، تعال، حمدي موجوده وما عندوش مشكله خالص. طب فلان احمد طنطاوي وفلان الفلاني وعلان الترتاني موجودين هم؟ لا، اصل ده مرات خالته كانت بايسه واحد عند الهرم وجنسيه تانية. ده مش عارف كان عنده وهو صغير سرق مكوه رجل بتاع الراجل اللي كان جارهم، فتعمل له محضر، فاللجنه العليا للانتخابات قالت ان هو ما ينفع. فهتلاقي في قطط فاطسه بتطلع. يعني هي هتتقيف في الاخر، هتتقيف على مين؟ هتتقيف على الجزء اللي هم طالعين يعملوا شكل قدام العالم كله ان دي انتخابات حره ونزيهه. وبعدين يا جماعه احنا اكلناها قبل كده دورتين، فيعني ايه، مش عايزين نروح للسكه دي تاني وناكل على قفانا تاني. فالموضوع سهل، يعني الموضوع مش صعب. انتخابات رئاسية، حاضر، هي دي اللي هتسكتك؟ طبعا من انتخابات رئاسية، وزورناها وكل حاجة ونجحنا وتمام. قوم اعمل لك اغنية بشرة خير اصدار جديد، والدنيا سهلة. ففكرة الانتخابات الرئاسية، هو السيسي لازم يرحل يا جماعة، وما تقولوش بقى يرحل بطريقة ديمقراطية. هو اصلا ما جاش بطريقة ديمقراطية، عشان بس الناس اللي برضو طول الوقت، لا هو لازم يرحل بطريقة يا باشا، هو ما جاش بطريقة ديمقراطية، فهو لازم يرحل بالشكل اللي جابيه. يعني فكرة السيسي لازم يغور في داهية، بس يعني ما تقوليش بقى انتخابات رئاسيه وهتبقى الدنيا فير. مفيش فير يا باشا، فير ايه؟ يعني انت عايز تفهمني ان انت لو اتعملت الانتخابات الرئاسيه، المطبلاتيه والحاشيه والمنتفعين اللي ورا السيسي دول هيقفوا على الحياد؟ صلوا على النبي يا جماعه، بقى صلوا على النبي، وبلاش يعني ندوس في الحته دي. انا طبعا لا اشكك في نوايا حد، وانا بحترم كل الناس اللي اطلقت المبادره دي بالمناسبه، لكن انا بس عايز اقول ان احنا اكثر وعيا، وما نروحش الحته نلاقي نفسنا الحته دي اللي لبستنا في الحيط. اتمنى ده يعني. وفي النهاية طبعا أتمنى دعمكم في القناة بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير للحلقة، وبرضو دعمنا في مواقع السوشيال ميديا، يوتيوب، فيسبوك، تويتر، انستجرام. إن شاء الله هتلاقوا طبعا كل الرابط موجودة في صندوق الوصف. سلام، ونشوفكم في فيديو جديد.